من سفر الجامعة. فافرح أيها الشاب في سباقة وليسعدك قلبك في أيام شبابك، وسر في طرق قلبك وبحسب رؤية عينيك، لكن أعلم أن الله من أجل هذه كلها سيحضرك لتدان عليها. فاقص الغم عن قلبك وابعد السوء عن جسدك، فإن الصبا وربيع العمر باطلان. واذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام السوء وترد السنون التي فيها تقول ليس لي فيها لذة، قبل أن تظلم الشمس والنور والقمر والكواكب وتعود الغيوم بعد المطر، يوم يرتعش حراس البيت وينحني رجال البأس وتكف اللواتي على المطحنة لقلتهن، ويخيم الظلام على الناظرات من النوافذ، ويغلق الباب على الشارع وينخفض صوت المطحنة، ويقوم الإنسان عند صوت العصفور تسكت جميع بنات الأغاني، ويفزع الإنسان من الصعود ويتخوف في الطريق، واللوز مزهر والجراد مثقل، ويتفه الأصف لأن الإنسان ينطلق إلى دار أبديته ويدور النادبون في الشارع، قبل أن ينقطع حبل الفضة وينكسر كوب الذهب، وتتحطم الجرة عند العين، وتنقصف البكرة على البئر، فيعود التراب إلى الأرض حيث كان، ويعود النفس إلى الله الذي وهبه. باطل الأباطيل، يقول الجامعة كل شيء باطل. كلام الرب. من رسالة القديس بولس إلى أهل قولوسي: فكما تقبلتم الرب يسوع المسيح سيروا فيه، متأصلين فيه ومتأسسين عليه ومعتمدين على الإيمان الذي تلقيتموه وفائضين شكرا. إياكم أن يأسركم أحد بالفلسفة، بذلك الخداع الباطل القائم على سنة الناس وأركان العالم لا على المسيح، ففيه يحل جميع كمال الألوهية حلولا جسديا، وفيه تكونون كاملين، إنه رأس كل صاحب رئاسة وسلطان، وفيه ختنتم ختانا لم يكن فعل الأيدي بل بخلع الجسد البشري، وهو ختان المسيح. ذلك أنكم دفنتم معه بالمعمودية، وبها أيضا أقمتم معه، لأنكم آمنتم بقدرة الله الذي أقامه من بين الأموات. كنتم أمواتا أنتم أيضا بزلاتكم وقلف أجسادكم، فأحياكم الله معه وصفح لنا عن جميع زلاتنا، ومحى ما كان علينا من سق وما فيه من أحكام، وأزال هذا الحاجز مسمرا إياه على الصليب، وخلع أصحاب الرئاسة والسلطان وشهرهم، فصار بهم في ركبه ظافرا. فلا يحكمن عليكم أحد في المأكول والمشروب أو في الأعياد والأهلة والسبوت، فما هذه إلا ظل الأمور المستقبلة، أما الحقيقة فهي جسد المسيح. ولا يحرمنكم أحد إياها رغبة منه في التخشع وفي التعبد للملائكة، فهو ينعم النظر فيما يراه، وذهنه البشري يجعله ينتفخ من الكبرياء بأوهامه، غير متمسك بالرأس الذي به الجسد كله بما فيه من أوصال ومفاصل يلتحم بها، ينمو النمو الذي يأتيه من الله. والمجد لله دائما. من إنجيل القديس متى: عندئذ يكون مثل ملكوت السماوات كمثل 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخارجنا للقاء العريس، 5 منهن جاهلات و5 عاقلات، فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما العاقلات فأخذن مع مصابيحهن زيتا في أنية، وأبطأ العريس فنعسنا جميعا ونمنا، وعند نصف الليل على الصياح هوذا العريس فخرجنا للقائه، فقام أولئك العذارى جميعا وهيأنا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للعاقلات أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ،
فأجابت العاقلات: لعله غير كاف لنا ولكنا، فالأولى أن تذهبن إلى الباعة وتشترين لكنا. وبينما هن ذاهبات ليشترين، وصل العريس، فدخلت معه المستعدات إلى ردهة العرس وأغلق الباب. وجاءت آخر الأمر سائر العذارى، فقلنا: يا رب يا رب افتح لنا. فأجاب: الحق أقول لكنا، إني لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة. المجد لله دائماً.